تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. 40 عاما مضت على ذكر الربيع الأمازيغي في منطقة القبائل. 20 أفريل عام 1980 ذاكرة تأبى النسيان، لأن ما حدث أمر غير عادي في تاريخ الجزائر المعاصر، جريمة بكل مقاييسها الدولية المتعارف عليها كما وصفها كثير من المحامين ورجال القانون والمنظمات الدولية وقتها. هذه ذكرى مشاهدينا، وهي تعود في ظرف عصيب يشهده العالم، والجزائر جزء من هذا العالم، تحتاج إلى إبراز أبعادها ودلالاتها في السياق التاريخي ثم استلهام العبر والدروس حتى لا تتكرر مرة أخرى. ولو أن الجميع يأسف فعلا لتكرار مثل هذه الأحداث التي شهدتها البلاد بسبب الاستبداد، كانتفاضة أكتوبر عام 88 وما حدث خلال فترة التسعينات الدموية نتيجة الإطاحة باختيار الشعب عن طريق الدبابة، مما أدى إلى مقتل ربع مليون من الجزائريين. ثم مظاهرات منطقة القبائل مرة أخرى في العهدة الأولى للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. مشاهدين، من 20 أفريل عام 80 إلى 20 أفريل حاليا، وهي كلها تختصر في 40 عاما، لكن كيف حال الجزائر اليوم على مختلف المجالات والأصعدة، خصوصا ميدان الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وحقوق الإنسان ومدننة السلطات كما يطالب بذلك الحراك الشعبي السلمي منذ انطلاقه العام الماضي؟ وهل هناك ضمانات كافية تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث، أم أن التغيير الذي ينشده الحركيون لم نصل إليه بعد؟ نتابع التقرير أولا ثم نشرح في النقاش. أربعون عاما مضت بالتمام والكمال على ذكرى الربيع الأمازيغي في منطقة القبائل. 20 من شهر أفريل عام 1980 يوم ليس عاديا في تاريخ الجزائر المعاصر بسبب ما جرى فيه من ظلم وقهر وتعد على الحريات الأساسية. عادت الذكرى من جديد لتكون ذاكرة تأبى النسيان، يتذكر خلالها كثير من المناضلين والناشطين ما حدث بالضبط، لكن غالبيتهم سيخلصون ومهما كان السبب المباشر إلى أن الاستبداد قد فعل فعلته أنذاك بحكم استعمال السلطة للغة القوة ولا لشيء غير القوة، بحجة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها كما برر ذلك وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني. الذين كانوا شهودا على الحادثة الأليمة التي طالت شاب مسينيس قرماح يؤكدون أن الحقد الدفين كان سلاح السلطات لمحاولة إسكات منطقة القبائل، خصوصا بسبب إدراجها بؤرة مثيرة للقلاقل والإزعاج والتوتر، وهذا ما شحن قوات الأمن أنذاك وجعلهم يتعاملون مع مواطنين عزل بتلك الطريقة الفظة. ما حدث جريمة بكل المقاييس يضيف محامون وناشطون، بل هي امتداد لجرائم أخرى تدق في عالم النسيان، بدءا من الانقلاب على حكومة بن خد المؤقتة ومرورا بفرض حكم العسكر والدبابة انطلاقا من وجدة المغربية. منظمات حقوقية دولية أدرجت ما جرى من أحداث في إطار الجريمة ضد الإنسانية، ولعل علي يحيى عبد النور أبرز الحقوقيين الذين تحدثوا عن وقائع هذه الجريمة بأركانها وتفاصيلها، وخلصوا إلى أن الربيع الأمازيغي نتيجة لمقدمات وليس منعطفا تاريخيا مستقلا، فمن اعتدى على الحريات ما زال جاثما على صدور الجزائريين، والمتهم الأول هنا منظومة الاستبداد والاستكبار، وهي نفسها التي اتهمت المنطقة بمحاولة الانفصال ثم وصف أهلها بالزواف، مرورا بقرع الطبول تأليبا على الفتنة والفرقة عبر منع الراية الأمازيغية كما جرى في فترة الراحل قايد صالح، رغم أن الراية لم تكن إلا رمزا تاريخيا وثقافيا لسكان شمال إفريقيا وتراثهم. الجريمة تكررت في التسعينات بوصف من اختارهم الصندوق بالإرهابيين وضروري تصفيتهم، وهو ما أدخل البلاد في حرب دموية باسم إنقاذ الجزائر. تماما كما وصفت منطقة القبائل بالانفصالية والتبعية لفرنسا، فلو كانت الديمقراطية سائدة لما تكرر المشهد ذاته. لا ينكر فضل الحراك الشعبي إلا جاحد، ف22 من فبراير العام الماضي يوم تاريخي، بل مفخرة للجزائريين كافة،
لأن الحركيين دعوا منذ الأسابيع الأولى إلى مدننة السلطة والكف عن الزج بالمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، كما طرحوا نماذج حضارية في السلمية والتوادد والتضامن بين الجزائريين جميعا. وهذه رسالة بليغة لم يفهمها النظام بعد، بأن الجزائريين موحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى. فهل تعي السلطات هذه الدرجة التي بلغها الشعب؟ يتساءل كثيرون وهم يحيون الذكرى الأربعين للربيع الأمازيغي. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا من أساتذة ومحللين ومحامين يستحبوننا في إثراء النقاش لحصة اليوم، والتي كما أسلفت تدور حول الذكرى الرابعة، ذكرى الربيع الأمازيغي. معنا بدءا مشاهدينا الكرام الأستاذ الصادق محوس المحامي والقيادي في التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية إرسيدي اختصارا، وكذلك الأستاذ والباحث الأكاديمي محمد بن عيسى عبر خدمة سكايب معنا من باريس. نبدأ من الجزائر مشاهدينا مع الأستاذ الصادق محوس. أستاذ صادق، أولا نبدأ بالسياق التاريخي. أنت تعلم أن الجيل الجديد لا يعرف ما الذي حدث بالضبط خلال تلك الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر، بالضبط 20 أبريل 1980، حتى نعرف بالضبط ما الذي حدث، ما هي هذه الشرارة التي خلدها التاريخ؟ أولا السلام عليكم الزول في اللون. وعليكم السلام. في البداية لو سمحت لي برك يعني أصحح أنني يعني لست قيادي بتجمع حزب الأرسيدي، إنما حقيقة محامي وناشط حقوقي. طيب. لهذا فقط للتذكير. تفضل. رجوع إلى سياق الحديث، حقيقة جيل بعد جيل وعقود بعد عقود يستمر نضال الأحرار منذ الاستقلال أو حتى قبل الاستقلال. الجزائر عرفت في 63 الأحرار الذين سعوا من أجل إنقاذ الثورة، وقد دفع الأحرار الثمن غاليا. هناك من اعتقل، هناك من حكم محاكمة صورية وقتل يعني بحكم الإعدام بشعباني رحمه الله. استمر القمع كذلك من سلب لإرادة الشعب إلى غاية الثمانيين. الثمانيين اللي يعني وأنا يعني أنا ذاك كنت صبيا يعني، ولكن من باب المطالعة والبحث فقط، في الثمانيين كانت هناك محاضرة يعني يلقيها بجامعة تيزي وزو، وتلك المحاضرة يعني منعت، وكان الذي من المفروض أن يلقيها الباحث مولود معمري رحمه الله. إلا أن قمع النظام آنذاك، والذي لا يختلف عبر العقود وعبر السنوات، أبى ورفض أن تكون تلك المحاضرة التي مغزاها أو موضوعها أو مضمونها هو ثقافي. نعم. ببعد ثقافي هوياتي بعيد كل البعد من أجل الانفصال أو يعني فرق خلق الفتنة بين الجزائريين. بالعكس، أكثر من ذلك، فهو إثراء للجزائريين وللشعب الجزائري، لأنه يعني زيادة أو هو الأصل في الشعب الجزائري وإضافة إلى باقي عناصر الهوية الجزائريين. إذن النظام أبى إلا أن يفرض يعني حكمه الرافض بإجراء هذه المحاضرة، وبطبيعة الحال الشباب أو الطلبة أبوا أن يعني يبقوا ساكتين ورافضين لهذا القمع وهذا الرفض الغير مبرر، وكانت يعني بدون مزايدة أول مظاهرة للجزائر بعد الاستقلال التي يخرج من خلالها الشباب والمناضلين من أجل الثقافة ومن أجل الحرية وتكريس حرية الثقافية، ومن تيزي وزو يعني تصل إلى الجزائر العاصمة. نعم. ويمكن اعتبارها من يعني بعد الاستقلال، جزائر بعد الاستقلال النواة الأولى
للانتفاضات الشعبية. طيب. وبدليل على أنها كانت أول محاضرة مظاهرة يخرج بها الشعب إلى الشارع، ولذلك أن ذاك النظام ارتبك ولم يعرف كيف يسير تلك الانتفاضة. طيب ابقى معنا صديق، سأعود إليك. نرحب مجددا بالأستاذ محمد بن عيسى، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي. أستاذ محمد بن عيسى، ألا ترى بأنه في تلك الفترة هناك من يفسر ما حدث بالحقد الدفين من قبل السلطات تجاه مواطنين عزل في ذلك الوقت، ناس مدنيين، ليس هنالك جهة مسلحة أو تحمل السلاح صعدت إلى الجبل أو شيء من هذا القبيل، ولكن الذي يفتح هذا القوس من جديد يرى أن هنالك فعلا حقد دفين من قبل السلطات على هذه المنطقة في تلك الفترة؟ عثمان، شكرا على الاستضافة ومرحبا بك وبضيوفك وبكل متتبعين قناة أوراس تي في. شكرا لك. يجب وضع هذه الأحداث خاصة الربيع الأمازيغي في سنة 1980 في إطاره التاريخي. بالضبط. 1980 كانت هي السنة بداية عهدة الشاذب الجديد، وأتت مباشرة بعد عهدة أو ما حكم بوميدين، حكم الهواري بوميدين الذي كان تميز بنموج سياسي واجتماعي معين، وهو الدولة المركزية، الدولة المتسلطة، الحزب الواحد الذي كان كما نعرفه مندرج في إطار القومية العربية، القومية الناصرية. كان حكم بوميدين كان حكما قاسيا على الجزائر من حيث التطلعات التحررية للمجتمع. كان تقريبا ما قام به بوميدين في درج الجزائر بهذه القومية العربية لم يندرج، لم يخرج من مشروع مجتمع، كان على حساب مثلا منطقة القبائل التي كانت ترى في حقها الطبيعي في أن تعتز وأن تعيش هويتها بشكل طبيعي وبشكل منسجم مع المجتمع. الدولة في تلك والنظام في تلك الوقت كان نظاما أحاديا، الطرف كان نظاما يتميز بالدولة المركزية، الدولة التي لا تعترف بالمستوى المحلي، التي لا تعرف بالمشاركة الشعبية. حتى بومدين كان يحكم وحده، يحكم من دون حزب. المعروف أن بومدين لم يكن له حتى حزب يحكم به، حتى جبهة التحرير همشت في تلك المرحلة، فما بالك بالشعب الجزائري. يجب أن نأخذ كل هذا السياق، حتى ما قام به مولود معمري المرحوم في سنة 1980، تصرف الدولة كان تصرف بوليسي، تصرف عسكري، لأنها كانت ترى في هذا تهديدا لها، تهديدا لتصورها للدولة. دولة بومدين كانت دولة وحدوية، معناها دولة يونيتير، كانت ترى بأن الشعب واحد لا يتجزأ، ومن هنا بدأ المشكل. وبإمكان أن نقول أنه في تلك الفترة بدأت الاتهامات تطرأ من قبل السلطات على أن هذه المنطقة تريد الانفصال عن الجزائر، تهدد الأمن والوحدة الوطنية، ولذلك صبغت هذه المنطقة بأنها منطقة مسيسة، مثل ما أنت ذكرت الآن النظام الشمولي يريد أن يتخلص ممن يخالفه. نعم، وهذا نعم، باعتبار أن النظام كان في منطق شمولي وفي منطق ما يسمى القومية العربية في تلك المرحلة، كان يرى في أي توجه اجتماعي ثقافي مختلف عليه أو مختلف عن توجهه تهديدا لها. فنحن معتادين بخلق العدو الداخلي منذ تلك المرحلة. بدأ النظام والدولة لضعف فيها، لميراث تاريخي، لأنه يجب أن نذكر أخي عثمان أنه قبل الاستقلال في نهاية الثورة التحريرية وبداية الاستقلال لم ترتب نشأة الدولة الجزائرية على قاعدة، على قواعد جيدة. تمت هناك صراعات كبيرة وكثيرة بين مفجري الثورة وبين قيادات الثورة، وتم تصفية الكثير منهم. هذه النزاعات أدت وأنتجت لنا الدولة، هذه الدولة البوليسية أو الدولة العسكرية من خلال سيطرة بوميدين، فهو يتعامل بمنطقة الثكنة، بمنطقة العسكري. نعم. يعتبر المنافس له سياسيا أو المختلف معه سياسيا عدو، ولهذا يجب وصفه بكل الأوصاف السيئة، يجب تجريمه، يجب تخوينه، ويجب تكسيره وكسره ومحوه من الميدان. هذا ربما نرى نتائجه ما زال إلى حد اليوم بأشكال مختلفة، ولكن أصل المشكل في الجزائر آتي من تلك المرحلة، أنه كما نقول أنه الساس منذ البداية بعد الاستقلال لم يبنى على قاعدة صحيحة، فالبناية بقيت إلى حد معين مهتز. أستاذ صديق، أعود لك من جديد. هناك من يقول بأنه طبعا امتدادا لما كان يقوله الأستاذ محمد بن عيسى،
فالنظام الجزائري ليس في قاموسي أو في وارد برنامجه شيء من حقوق الإنسان، الحريات الأساسية، لم يكن يؤمن بها إطلاقا في تلك الفترة. كل من يعارض السلطة فالسجن يطاله أو العقوبة تنتظره، ولذلك لم يكن في قاموسي في تلك الفترة، أتكلم عن عام 1980، ليس هنالك شيء اسمه الحريات الأساسية، حرية الرأي والفكر والصحافة ووجهة نظر والأفكار، بالإضافة إلى الديمقراطية هذه. فهو كان يؤمن النظام في الوقت بالديمقراطية التشاركية، بمعنى أنت تفكر من أجل أن أبقى أنا، هذا هو النظام الشمولي. ولذلك ألا ترى بأنه من السابق لأوانه طرح مسألة الديمقراطية والحريات في تلك الفترة؟ والله في نفس الوقت النظام آنذاك على غرار الدول الشمولية والتي لا تؤمن بالرأي الآخر أو بحق الآخر في الاختلاف لم تكن صادقت على العديد من المعاهدات الدولية، وعلى سبيل المثال العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية وغيرها. إذن حتى من ناحية دولية لم يكن لديها التزام تلتزم به وتستند به، وقد عانى آنذاك الويلات كل النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، لأن حتى من ناحية يعني السند القانوني كان هناك إشكال. بطبيعة الحال النظام آنذاك، وكنا تقريبا يعني قرابة 20 سنة من الاستقلال، كل شيء ما كان يسعى إليه هو شراء السلم الاجتماعي عن طريق الثورة الزراعية، وانتهج نهجه النظام السابق والنظام البوتفليقي، بحيث أنه وضع جانبا كل ما هو مرتبط بحق الإنسان في التعبير، و أصر حقه فقط في الأكل أو في السكن أو في الصحة، أو يعني الحقوق ما يعرف بالحقوق الأساسية أو البديهية. إذن في تلك الفترة يعني في الثمانينيات واللبنة، نعم 5 أكتوبر، يعني 5 أكتوبر لا يجب أن تبقى محصورة فقط في أنها ثورة، وقد سبقت كل الثورات الربيع العربي التي عرفتها الدول الأخرى في 5 أكتوبر، بدليل أن هذه الثورة في 5 أكتوبر لم تكن فقط ثورة مقتصرة على المطالب الاجتماعية، بدليل ذلك أنه مباشرة بعدها عرفنا نوع من الانفتاح السياسي المحتشم أو الغير مؤطر، أو الذي يعني كان الغاية منه درع الرماد فقط وإسكات الأصوات المعارضة. طيب أستاذ محمد عيسى، ما رأيك في من يربط هذه الجريمة بأنها امتداد لجرائم أخرى ارتكبها النظام، بدءا من الانقلاب على حكومة بن خدة الحكومة المؤقتة، ودخول الدبابة العسكرية من وجدة المغربية في تلك الفترة؟ يقولون هذه بداية النظام العسكري، النظام الشمولي الذي لا يقبل إلا بالاستكبار والاستبداد، لا يعرف لا الديمقراطية ولا حرية أساسية ولا شيء. فالذي حدث في تيزي وزو والمنطقة بأكملها فهو امتداد لهذه الجرائم، ثم بعد ذلك صعود أيت أحمد رحمة الله عليه إلى الجبل معارضا للثوار المنقلبين على الشرعية وما إلى ذلك. هل يمكن أن نذهب إلى هذا الطرح أن هذه الجريمة حدثت هي امتداد للجرائم السابقة تاريخيا؟ نعم أخي عثمان، بالضبط هو امتداد، ولكن ممكن حتى نرجع قبل هذا، نرجع إلى الحركة الوطنية وتعامل جبهة التحرير في البداية. نحن لا نحكم على مفجرين ولا على أبانا وعلى المجاهدين في جبهة التحرير بصفة عامة، ولكن المسار التاريخي والعلاقات اللي يعني وثقت أنه كان هناك صراع جدا من حيث السيطرة على الثورة. يتذكر الجميع بأنه هناك مدافع بين معناها مجموعات من الأفلان وبعض وكثير من القيادات من الأفلان وما يسمى بأتباع مصالح الحاج، كانت في فرنسا، كانت في الجزائر، كان هناك صراع كبير في قبل معناها منذ بداية الثورة، ثم مع بداية بروز معناها بشائر الاستقلال بدأت قضية التموقع، ورأينا بأنه هنا كذلك الدبابة سيطرت على الوضع، انقلاب العسكري الذي تم من خلال دخول جيش الحدود واشتباكه وسيطرته على الجزائر بالقوة وبالجيش كان هو بداية الانقلاب
الانقلاب على السياسة والانقلاب على التوافق الوطني. لم يتم توافق وطني بعد الاستقلال، تمت السيطرة من خلال الدبابة، وهنا بدأ الانعراج والمسار الخاطئ في تاريخ الدولة الجزائرية الناشئة الحديثة. نعم. التي كان من المفترض من خلال بيان نوفمبر أو بيان مؤتمر الصمام أن تنشأ دولة جزائرية حديثة معناها متجانسة، بمعنى لم يقبلوا أولوية السياسة على العسكري. نعم، لم يقبلوا بتاتا، لأنهم كانوا يرون في ذلك تهديدا لمكانتهم. هناك ربما نحن نحللها من جانب النفسي أو من جانب الاجتماعي، السيطرة على 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 الجمعيات أو الأحزاب أو العمل شيء طبيعيا، ولكن كان المفترض أن تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة. يمكن أن نقول هذا كمستوى الذي كان متوفر عند مفجري الثورة وعند مجاهدين الأبطال، ولكن السيء كان بعد، كان عندما تقلد بومدين الزمزمام الأمور، كانت بدأ يؤسس إلى دولة تسلطية، دولة عسكرية، ولم يتصالح مع مجتمعه، سيطر على المجتمع بمنطق التكنة، وذهب ورمى بنفسه في أحضان الناصرية، وتلك الموجة التي كانت موجة التحرر اختار بومدين هذا الطريق، مما أدى إلى ما نراه في خاصة في منطقة قبائل أو في مناطق أخرى. الإشكال يطرح في غردايا، يطرح صحيح. في أماكن أخرى، أنه هذا النظام لم يؤسس لنفسه بالتشارك مع الشعب ومع المجتمع، بل أسس لنفسه على حساب المجتمع، وهنا يبدأ الإشكال. نعم، وهو كذلك نرحب بانضمام الأستاذ علي العسكري القيادي في جبهة القوى الاشتراكية ولفافاس. مشاهدينا، كما لا يخفى علينا جميعا، هو أول حزب معارض عرفته الجزائر بعد الاستقلال. أستاذ علي، ماذا تقول للجيل الجديد؟ الجيل الجديد ما يعرفش وش حدث بالضبط في هذه الفترة، فترة الربيع الأمازيغي عام 1980، مرورا بالأحداث الأخرى. النظام في ذاك الوقت قال هؤلاء انفصاليون يريدون الاستقلال عن الجزائر، مثل ما قال عن الإسلاميين بأنهم إرهابيون في التسعينات. اليوم يعني الجيل الجديد يا أخي عثمان، السلام عليكم قاع، يعني عليكم السلام، يتبعوا قناة المغربية وقناة أغراس. يا أخي اليوم جيل جديد، اليوم راه واعي. أيوة. راه واعي، راه قوي، يعني من 22 فبراير وين دار ثورة شعبية سلمية. نعم. وكل مطالب، كل مطالب تاع حركة تاع الحركة الوطنية، تاع الثورة الجزائرية 54-62، وتاع جبهة القوى الاشتراكية في 63، يعني ومطالب تاع 80، ومطالب تاع 88، ومطالب تاع 90، باش يكون مسار ديمقراطي حقيقي في الجزائر، وتكون يعني مرحلة انتقالية حقيقية باش بعد يدخلوا في عهد الديمقراطية. وثاني النضال تاع الشبان في الجزائريين من أجل الهوية في 2001 والديمقراطية والحريات. يوم كل جزائريين صالحوا، قلت في كل منطقة في البلاد ولا في الهجرة، بمطالب معروفين ومشروع لرفضناه من 63، لأن كان انقلاب قوي من الجيش الحدود على الحكومة المؤقتة، يعني لرأسها في الوقت هذاك في 62 الأخ بن خدة، ومع إخوة أخرين اللي كانوا في الثورة الجزائرية وكانوا يعني قادوا الثورة. وهذا الانقلاب ثاني صرا انقلاب آخر، هو انقلاب تاع المجلس التأسيسي السيد. نعم. اللي ثاني حلوه يعني في 62، فاش يعني ما يكونش يعني الشرعية من على الشعب الجزائري، يعني ما عطاوش الطموحات اللازمة بعد الاستقلال للشعب الجزائري، وثاني باش يكونوا أوفياء للحركة الوطنية، حركة الوطنية تحرير الجزائر وثاني شمال إفريقيا، وثاني ما كانوش أوفياء للثورة الجزائرية 54-62 كما قلت، باش يكون أولوية للسياسي على العسكري. نعم. في الجزائر، وباش تكون نعم دولة ما فعالية، دولة ديمقراطية، دولة اجتماعية، في يعني كما
يعني وثاني اللي جمعنا هو الإسلام والعروبة والأمازيغية، لأن كانوا مشاكل في الحركة الوطنية، كانوا مشاكل في الثورة الجزائرية. نعم. من قاعد حطوا فوق الطبلة يعني، والمشكل احنا قاعد المشاكل التفراو باغتيال السياسي تاع رجال كبار. طيب سيد علي، عرفناهم كما عبد الرمضان كما خيزر كما من بعد وغيره من قائمة طويلة، يعني مسيلي الله يرحمه، قائمة طويلة قائمة طويلة. أستاذ علي، يا أستاذ علي، أزمات تحلوا بالقوة، تحلوا بالديكتاتورية، تحلوا بالقمح وتحمروا، تحلوا يعني كما في 63 اللي شفنا حسين أحمد استقل من المجلس، المجلس اللي داروه بالقوة. ايه؟ يعني داروا اللجنة يعني باش من بعد ينتخبوا على دستور بلا شرعية تاع الشعب الجزائري. أستاذ علي، يا أستاذ علي، هي يوم الأطلس. نعم نعم. حبيت فقط باش نبعدوا شوية على الإطار التاريخي، السياق التاريخي فقط. أنت كيفاش تبرر؟ نعم. واش كانت تقول السلطات في ذاك الوقت باللي هذه المنطقة مسيسة، المنطقة تحب تستقل على ما على الجزائر كلها، نحن عندنا لغة واحدة عربية، علاه جابونا الأمازيغية؟ هذا هو تبرير السلطة في ذاك الوقت. أنت كيفاش تشوف هذا التبرير؟ أخي هذا هذا كارثة للبلاد، لأن التاريخ تاعنا ايه؟ ونقول الباتريمون تاعنا الأمازيغي، العروبة، الإسلام، هذا التاريخ تاعنا، هذا واحد ما يقدر يحميه في الوقت هذاك باش الديكتاتوريا باش يبقاو في البديل كلانيكي وباش ما ندخلوش في عهد الديمقراطيه اللي طلبناه من 62 باش يكون تعدديه في الجزائر السياسيه، تعدديه النقابيه، التعدديه الجمعويه، كل التعدديات، وثاني باش يكون حمايه حقوق الانسان وندخلوا في عهد الديمقراطيه. يعني بقاو في البديل كلانيكي، وكل رئيس اللي يجي يعني يدير له الدستور تاعو، وثاني وكل دستور اللي يجي به يجيب افيك دي زاموندمون، سي تادير يعدلوا يعدلوا، وما كاش دستور اللي عنده شرعيه من الجزائريين، هذو باش يبقاو في الحكم باش ما يبدوش شرعيه للشعب الجزائري، باش الشعب الجزائري ما يكونش عنده السياده التامه، وباش يعني يفرقونا باش ما نتصالحوش بيناتنا، يقولوا هادو قبائل، هادو يهضروا الأمازيغية، هادو لازم ما تبعوهمش، حبوا يقسموا البلاد، وهادو راهم يسيروا من الخارج، هادو يعني هذا هو النظام الجزائري، يعني من 62 لليوم باش يبقى في الحكم، باش يحضر الجزائريين، والجزائريين اليوم نعاود نقولها تصالحوا. تصالحوا في كل نعم. ولاية في البلاد في 48 ولاية في الهجرة، ومصالحة تاريخية كما قالها حسين أحمد الله يرحمه أو الماي 92، وهذه المصالحة اليوم ما زال عمل ما حققناهاش، لأن ما صالحناش مع المؤسسات الجزائرية اللي راهم غير الشرعية. اليوم وين المؤسسات الجزائرية يكونوا شرعية، هذاك النهار الجزائريين يتصالحوا ثاني مع المؤسسات تاعهم، ويعني غدوة المجلس التأسيسي السيد اللي انتخبوا في 62 وتنحب القوة، لازم نوليو نكونوا أوفياء للمجاهدين الأبرار، مليون ونص شهيد. طيب. والمجاهدين الأبرار تاع جبهة القوى الاشتراكية والمجاهدين تاع الديمقراطية، باش غدوة ندخلوا في عهد الديمقراطية. اليوم سيد علي، الحكم الجزائري مازالوا في المناورات، مازالوا في ثقل العين كما يقول حسين التحمل. ايه؟ يحوسوا يعني يراوغوا الجزائريين، يحوسوا يعني ما يكونوش شفافيين، ما يكونوش في الحقيقة باش يفطوا في الحكم، باش يعني راكم تشوفوا واش راه يصرى في الجزائر اليوم، المناورات اللي كاين، أما في الجيش تاعنا، أما في لاستركتوراسيون كيما سعود لك سهري العسكري اللي يجي يحوس يعني يكون في البادي الكلانيكي، وثاني باش يكون قاعد وثاني غدوة يكون عنده الصلاحيات يعني باش يبعد الشعب الجزائري من الشرعية، وثاني باش طيب. ما يكونوش انتخابات نزيهة، تكون تعديل الدستور، تكون انتخابات وين يكون يعني غدوة لي كوطا
وما خرجتش من الشرعيه من الاخوه الجزائريين، يعني في المؤسسات، اما في البرلمان، اما في المحليات، ولا ما كنت في المؤسسات الجزائريه اللي لازم غدوه هما يعني يسيروا البلاد ولا امام القوانين نتاع البلاد باش يكونوا في دوله القانون. طيب دوله القانون كل قوانين في الجزائر. طيب خليك معنا سي علي، ساعود اليك. استاذ صديق محوس، اعود لك من جديد. هناك من يقول انه هذه العبرة دوم بالممارسات، علماء الاجتماع يقول لك العبرة بالممارسات في الواقع المعيشي المواطن وليس مجرد كلام يقال وينتهي الأمر. يقولون أنه عبد العزيز بوتفليقة لما طلب أو قال أنه لابد من إحياء اليوم الوطني للأمازيغ كان ذلك عبارة عن استهلاك عمومي، هكذا يقولون. لماذا؟ يقولون أنه التصرفات ضد هذه المنطقة استمرت فيما بعد، ويعطون مثالنا على ما فعله قايد صالح على بسبب الراية الأمازيغية من بداية الحراك السلمي، عشرات من الحركيين أدخلوا السجن بسبب هذه الراية. ولذلك يقولون العبرة بالممارسات وليس فقط الاحتفاء باليوم الوطني للأمازيغ. ماذا يعني أن تحتفل بهذا اليوم ثم بعد ذلك تزج بهؤلاء في السجون بسبب هذه الراية الأمازيغية؟ أعتقد أن سؤالي سأحوله الأستاذ محمد بن عيسى لأنه صديق اختفى فجأة. فضل أستاذ محمد. أنا أرجع ربما نعم الإجابة على سؤالك. الإشكال أنه في ما معناها بداية الربيع الأمازيغي في سنة 1980 ثم ممكن نقارنه مع 2001، في 1980 لم تكن هناك بتاتا مطالب اجتماعية. الانفجار أو الأزمة بدأت من خلال رفض السلطات للكاتب مروان معمري إلقائه معناها كلمة حول الشعر الأمازيغي، وبدأت الاحتجاجات. أنا المطلب الأول للشباب ولمنطقة القبائل في 1980 كان مطلب ثقافي، التصالح مع الثقافة الأمازيغية، أن هذه الثقافة الأمازيغية التي عندها عنها قديمة لآلاف السنين أن تجد مكانها في الجزائر بشكل طبيعي. كان المطلب عادي جدا. تعامل السلطة التي كانت تجهل البعد الثقافي أو الاختلاف الثقافي، الدولة التسلطية، النظام التسلطي الذي كان يفرض على المجتمع تصور واحد ووحيد، أدى بهذا المطلب الثقافي إلى أنه شيئا فشيئا يتحول إلى مطلب سياسي. وهنا بدأت خطورة الوضع، بدأت ما يسمى أنا ممكن أن نعتبره الانزلاق، التحول من المطلب الثقافي إلى المطلب السياسي. المطلب السياسي كان في إطار نظام عام، نظام عام جزائري، منظومة معينة تدعي الديمقراطية خاصة بعد الانفتاح 89 والتسعينات، ولكنها تسلطية. فهناك تصارع بين مطالب شعبية تريد ممارسة، فئات من عريضة كبيرة من المجتمع تريد أن تمارس حقوقها بشكل طبيعي، حقوقها الاجتماعية والثقافية والسياسية، ونظام تسلطي لا يسمع لا يرى هذا بتاتا. هنا الإشكال. وإذا ذهبنا إلى 2001، 2001 كان منطق آخر، كان تقريبا مرور أكثر من 20 سنة عن أستاذ محمد عيسى. أنت تتكلم عن النظام القديم، الرئيس المخلوع بوتفليقة محسوب على هذا النظام القديم ولا يعترف بشيء اسمه الحرية والديمقراطية والشورى وغيرها من الأمور هذه. هل معنى هذا عندما قال لابد أن نحيي اليوم الوطني الأمازيغي دغدغة لمنطقة القبائل لعواطفهم فقط حتى يبقى في الحكم أم ماذا؟ هو نعم دغدغة، نعم، لأنه لا يؤمن بالديمقراطية كما تفضلت. وأن إذا رأينا تفاعل تعامل السلطة مع الربيع الأمازيغي في 2001 كان معناها تعامل مخابراتي، وتم بعده مباشرة ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، ودخلت السلطة في معناها تعاملاتها الحزبية المخابراتية في تفكيك العروش، في شراء الذمم، وذهبت مطالب الثقافية للحركة ولكل العمل الذي أسس إليه معناها الشباب منذ 20 سنة. فالدولة لا تؤمن ولا تعترف بهذا البعد، لأنه إذا تكلمنا على الديمقراطية فيجب أن تكون ديمقراطية تشاركية، نعم، وديمقراطية غير مركزية. صحيح. بمعنى أنه الإشكال أنه عندما قلت لك منذ قليل أنه تحول إلى مطلب سياسي، الإشكال أنه هناك من هم متطرفين في الجهة الأخرى. نشأ ما يعرف بالماك، معناها الجبهة التي تطالب بالانفصال، وهناك من يطالب بالحكم الذاتي، هناك من يطالب بالفيدراليزم، معناها اللامركزية على شكل الألمانية أو شكل السويسرية. هناك الآن مشروع سياسي الدولة لا تفهمه ولا تريد التعامل معه، ووصلنا إلى هذه الحالة من التخبط
ودو في الواجهه الاخرى نظام يستمر في الهروب الى الامام، يستمر في المراوغات، يستمر في استعمال الاحزاب. راينا كيف استعمل الار سي دي الذي كان اساسا اسس على هذه المطالب، المطالب انها الثقافيه. نعم ساعودك استاذ محمد، ساعود اليك استاذ صديق. بعد ان حدث الانقطاع عاد الينا الصديق محوس المحامي والناشط حقوقي. صديق، ماذا يمكن ان نقيم او نقول عن الحريات الاساسيه، عن حقوق الإنسان في منطقة القبائل تحديدا؟ لأن هذه المنطقة النظام كان يصفها بأن بؤرة التوتر، منطقة مسيسة تريد الانفصال، دائما معارضة للجزائر للحكومة. يا ترى هل النظام أخذ مزيد من الدروس والعبر مما حدث من الأحداث الكبرى اللي كنا نتحدث عنها؟ والله لو سمحت لي يعني قبل ما نجاوب على السؤال هذا باختصار على السؤال قبل الانقطاع، حقيقة الرئيس السابق والمخلوع لما يعني أمر بإحياء ذكرى رأس السنة الأمازيغية اليوم الوطني، يعني لو سمحت نرجعوا قليلا إلى الوراء إلى 2001 لما كان يعني الربيع الأسود. أيوة. عندما يعني قتل حوالي 120 أو 126 بالضبط. صحيح. من شباب من منطقة القبائل في تلك المرحلة، ولما يعني كانت ما يسمى بالبلاتفورم دال قصر، يعني أرضية القصر، كانت جملة من المطالب، يعني العشرات من المطالب، وكانت في قائمة والتي يعني أرسلت إلى رئاسة الجمهورية. وهنا يعني ظهر الانقسام بين النشطاء آنذاك، لكل يعني حجته ولكل تبريره. من رفضوا الذهاب يعني برروا بأن ما دام النظام آنذاك لا يزال يقمع يعني لا يمكن أن نتحاور معهم، ما دام هناك نشطاء متابعين قضائيا أو على ذمة التحقيق لا يمكن أن نتحاور معهم، ما دام المطالب أو الجو أو الأرضية الأساسية لم تهيأ لا يمكن أن نتفاوض معهم. وفعلا ذهب من ذهب ممن رأوا بأنه تعطى لهم الفرصة لهذا النظام، يعني تحت المثل الشعبي تبع الكذاب الباب داره. ولكن يعني لما ذهبوا من أجل يعني لف الدراع أو يعني من أجل المناورة استجيبت بعض المطالب التي كانت منها الغاية السياسية، على رأسها ترسيم اللغة الأمازيغية سنة 2002. ولكن لا بد من التذكير أنها لم تكن صدقة، وإنما كانت الغاية منها التحذير لانتخابات التي كانت بعد بضعة أشهر من ذلك. وإذا واستمرت هذه المناورات إلى غاية الحراك الحالي، لما يعني توبع مجموعة من الشباب الذين عبروا عن انتماء. طيب يا أستاذ صديق، ماذا يعني أن تحيي هذا اليوم الوطني اللي هو لصالح الجزائريين كلهم، مش فقط المنطقة القبائلية، يوم وطني للأمازيغ يحتفل به الجزائريون جميعا، ثم بعد ذلك ترميهم بشتى الأوصاف آخرها الزواف مع انطلاق الحراك؟ ألم يقول الجماعة اللي تابعين السلطة باللي هذو زواف، هذو انفصاليين حابين يزرعوا البلبلة والفتنة والانقسام، ودائما الحراك الشعبي السلمي يصحح لهذه السلطة بأنه الجزائريين اليوم أكثر وحدة أكثر انسجام عما كانوا عليه من قبل؟ بل أكثر من ذلك، يرسلون أبواقهم من الذباب ومن يعني سكونابال سيدي رواياليس بلوس كولوروا، وينعتون الأحرار من منطقة القبائل التي لا تختلف عن كل مناطق الجزائر في نضالهم وفي حبهم للجزائر من أجل أن يدعو إلى الفتنة والاقتسام. ولا زالت هذه المناورات إلى غاية الآن، بل وفي حتى هذه الأزمة، أزمة الكورونا، لا يزال ممن كانوا من يعني الجنود الذين كانوا يعني شرسين في الدفاع عن العهدة الخامسة للنظام السابق، وكانوا محسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني وليس جبهة التحرير الوطني الأصيلة،
كانوا يدافعون بشراسة عن العهدة الخامسة، ونلقاهم الآن يصفونهم يعني في فيديوهات يعني أقل ما نقال عنها أنها قليلة الأخلاق وقليلة المستوى، ويعني تذكرنا بالجاهلية. والبعض منهم من يشتغل منصب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وأنتم تعرفون من أقصد ولا أذكر اسمها يعني احتراما لكم، وحتى لا أعطيها أكثر مما تستحق، يعني ذهبت في ذلك اليوم تستعمل ذلك الأسلوب الذي يدعو إلى الفتنة وإلى الكراهية يعني ضد سكان منطقة القبائل، والسلطات لم تتابعها على الرغم من أنها ارتكبت جريمة تحت يعني وهي تحت طائلة جريمة يعني الدعوة انسيتاسيون الان، يعني كانت تدعو إلى الكراهية وهي جريمة من المفروض النيابة المحترمة تتابعها وتكون متابعة مباشرة. وهناك كذلك خرجات وخزعبلات ممن يريدون أن يستعطفوا النظام على يعني سعيا منهم أن يكسبوا منصبا أو يتلذذوا ويتقربوا إلى هذه السلطة ويتهجمون على سكان منطقة. لا أريد يعني أن أذكر الأسماء لأن الشعب الجزائري ذكي ويعرف على يعني من أقصد، وأريد أن أعتبرهم نكرة، لأن الأحرار من الجزائريين سواء كانوا ببسعادة أو سواء كانوا ببنصرور التي يعني خرج منها الرجال الأحرار، سواء كانوا في تلمسان، يعني بفضل هذا الحراك الشعبي دائما يدعو خاوة عرب قبائل شوية جزائريين ولدان. كلنا أخي كريم، لما الاستعمار الفرنسي أوقف تلك الطائرة التي كان فيها يعني ركائز الثورة الجزائرية، كان السي الحسين أي تحمد الله يرحمه من منطقة مشري أو منطقة تيزي وزو أو منطقة القبائل، كان السي بوضياف الله يرحمه من مسيلة، كان السي بن بلة الله يرحمه من تلمسان، وهكذا ودواليك. نعم إذن نحن يعني جيل يحل هذه الورقة التي يستعملها النظام في كل مرحلة أن يفرق فيما بيننا. نعم سأعود إليك أستاذ صديق. علي العسكري من جديد، سمحني طولت عليك شوي، ألا ترى بأن الحراك الشعبي السلمي عنده الحق ألف مرة مش مئة مرة لما طالب وما زال يطالب بمدنة السلطة، مدنية السلطة، يجب على العسكر أن يبقوا في الثكنات، على المؤسسة العسكرية لا تتدخل في المشهد السياسي. أنت ذكرت لنا عبار رمضان، عبار رمضان في مؤتمر الصومال هو اللي قال أولوية السياسي على العسكري، لكن كما ترى هذه التصرفات والممارسات تؤدي بأن الأحداث ستتكرر، ولا عبرة ولا دروس مما حدث من قبل. نعم جيت اسمح لي نولي على الأمازيغية. أمازيغية هي في شمال إفريقيا في كل منطقة، أيوة. أما في المغرب أما في الجزائر أما في تونس أما في ليبيا موريتانيا الصحراء الغربية أمازيغ، هذه ما لازمش نغلطوا، أمازيغ مسلم مسلمين وأوروبا. وإحنا كنا ننظر من أجل الأمازيغية في الحركة الوطنية، ومن بعد الثورة في 63 للتعددية اللغوية، في 62 في الجامعة، وثاني في 76 ثاني كانوا إخوة اللي كانوا يعني وقفوا قدام العقيد بومدين باش يعني تكون أمازيغية في الميثاق الوطني. طيب نعود لأي سؤال. هذا حركة ثقافية باش تكون ديمقراطية في الجزائر، وثاني تكون الهوية الجزائرية كاملة للجزائريين. هذا واحد ما يغلط. وفي التسعينات ثاني المشكل أخ حسين التحمد ولا الحركة الثقافية الأمازيغية الأمسيبي كانوا يعني في الشارع الجزائري بكل قوة باش يعني الأمازيغية تكون في الجزائر، وثاني باش يكون يناير في الوقت هذا يعني يكون ثاني نحتفل به كرسميا كرأس العام تاع الجزائر، وثاني قدمنا قوانين في البرلمان يعني كاين الرجال ضحاوا على الأمازيغية وضحاوا على اللغة تاعهم باش تكون لغة وطنية رسمية في الجزائر. طيب نعود الان لما سالتك سداري هذه ما لازمش واحد ينحيها، اما في منطقه القبائل ولا منطقه خرين ولا في المغرب، وكان حرضان كان في الحركه الوطنيه وكان دار حيز يعني باش ينظم من اجل اللغه تاعو باش تكون رسميه في المغرب. هذه يعني تاريخ واحد ما
ما يقدر يحميه، ما هي بوتفليقه اللي بدا، ما هي فلان ولا فلتان. أيوة. هذا نظام قديم من الجزائر. طيب ناتي الان استاذ علي، وفي ليبيا نرجع الاولويه السياسي على العسكري وما طلب به الشهيد رحمه الله عليه عبد رمضان. هل تغير شيء في المشهد السياسي اليوم ام ما زالت المؤسسه العسكريه تتدخل بنحو سافر في المشهد السياسي؟ لا يرحم الله يرحم الشهداء، لا يرحم عبد رمضان، لا يرحم العظيم العيد أبو العيد وكاع الإخوة الله يرحمهم، لنضلوا من أجل الأولوية للسياسة على العسكري باش ندخلوا في دولة القانون، دولة العصرانية، دولة الديمقراطية، وين تكون العدالة الاجتماعية في الجزائر. من اليوم ما خرجناش من هذا يعني المطالب، ما حققناش هذه المطالب. الشعب الجزائري من 22 فبراير في كل ولايه، في كل شارع، في كل قريه، في كل مكان في الجزائر هو في مطالب دوله مدنيه ماشي عسكريه. ورجعوا الاعتبار للثوره الجزائريه، ورجعوا الاعتبار للشهداء الابرار. هذا مازال ما حققناش، مازال ما حققناش، لان الاخوه الجزائريين مستمرين في هذه الحقوق. مازال ينظروا، مازال يعني كملوا المشوار تاعهم اللي بداوه 22 فبراير، اللي بناوه 63، اللي نظروا عليه 80، اللي نظروا عليه 88 في التسعينات 2001. وشع الجزائريين نظروا على هذه المطالب ومازال ما حققناهمش، لأن رانا مع دولة جزائرية اللي هي كل حاجة تجوزوا بالقوة. الانتخابات اللي فاتوا تاع 12 ديسمبر ما لازمش نغلطوا، فاتوا بالقوة بلا ما تكون الشرعية في المؤسسات الجزائرية. لليوم رانا مع برلمان اللي لازم يتحل في 22 فبراير، لأن البرلمان ولا في الشارع، وجوج ركيزتين تاع النظام الجزائري باش يجوزوا القوانين، وثاني باش يديروا ان باساج اون فورس نورماليزاسيون اوتوريتير كيما نقول انايا، ويجوزوا الانتخابات ويجوزوا التعديل الدستور بهذه المؤسسات لغير الشرعيه للجزائريين اللي طلبوا باش يتحلوا، وكانوا في كل شارع الجزائري يقولوا يعني باش الحكومة تسقط، باش البرلمان يسقط، باش نكونوا في المرحلة الانتقالية الحقيقية باش دخلوا في عهد الجمهورية الثانية. ما كان حتى مرحلة انتقالية حتى اليوم في الجزائر، ما كان حتى حوار جد شامل مع الجزائريين باش يعني ندخلوا في عهد بعهد المرحلة الانتقالية في معهد الديمقراطية. هاو يا أخي وين رانا اليوم؟ كي قلت لي أسكين يعني حاجة تبدلت على بعد اغتيال عبد رمضان، أسكين اليوم حققنا الأولوية على العسكري؟ ما حققناش يا أخي، ما حققناش، ومازال النظام تاع الجزائريين. نعم. والجزائريين ما يسرحوش على هذا، لأن هذو راهم أوفياء على هذا المطالب، وهذا المطالب هما لغدوة. ونقول لهم اللي راهم اليوم يسمعونا، هذو اللي يديروا الدولة قوية، دولة القانون، دولة الديمقراطية. ما نقدروش نجيو اليوم ونقولوا نعدلوا قانون بار اكزومبل الكود بينال. كيفاش ما راكش دولة القانون تعدل الكود بينال وتقول رانا داخلين في عهد الديمقراطية؟ ما يغلطوش الجزائري. طيب سيدي علي، بركات في اللعيبة. بركات سيدي علي. هذه شكرا جزيلا لك سيد علي العسكري القيادي في جبهة القوى الاشتراكية لفاس. اختصارا كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. سيد محمد بن عيسى مراوي كفي من يقول خلاص الأمر تاع الأمازيغية فوصل فيه وصار مدسترا، بمعنى دسترة الأمازيغية، ما لازمش نبقاو دائما حبيسين لهذا العامل، فلننطلق لهذا الجو الأكبر، الفضاء الأكبر. سيد محمد بن عيسى إن كنت تسمعني، فالحديث هنا عن الحريات الديمقراطية، عن التغيير السلس نحو من حالنا الآن إلى أحسن حال، أن نتيح الفرصة للشباب، أن نطمح من أجل جزائر أخرى تختلف عما نعيشه اليوم. هذا هو، ما نبقاوش دائما أمازيغية أمازيغية. خلاص هذا الأمر تبناه الجميع، وهذا مكسب
مش مثل ما قال الأستاذ صديق بأنه دغدغة للعواطف جذهب بوتفليقة، هذا أتى بعد نضال مرير. ولكن ماذا عن الحريات؟ ماذا عن الديمقراطية؟ ماذا عن الانتخابات النزيهة؟ ماذا عن حق في التظاهر السلمي؟ هذه هي اللي ما زالت غائبة لليوم. أخي عثمان، نعم، هو قضية لأنه الآن نحن نعيش ذكرى الربيع، وعن الربيع الأمازيغي اللي يعني يصادف 20 شهر أفريل. نحن الآن بصدد التكلم على ما حدث في منطقة القبائل، ولكن الجزائر لم تعرف مآسي إلا في منطقة القبائل. يجب أن نتذكر ما حدث في التسعينات، يجب أن نتذكر ما حدث في غردايا من 2008 حتى 2013. نتذكر 500 شاب قتلوا مباشرة في أكتوبر 88. الجزائر عرفت المآسي الكثيرة للأسف، ويجب أن نكون نحن صرحاء. جيل هذا جيل الحراك، شباب الذي لم يعرف حتى ما حدث في التسعينات، الجيل الشباب الذي يقودون الحراك وهم ناشطين ألف الحراك لا يعرفون ربما تفاصيل. هم الآن يؤمنون بموجة التحرر، لا هم لا يرتبون، معناها ما فيش ضحية أحسن من ضحية، كل الضحايا ضحايا النظام كلهم في نفس المستوى. يجب الانطلاق من هذا، حتى أن الحراك عندما انطلق لم ينطلق بتاتا في إطار مطالب اجتماعية أو مطالب ثقافية أو مطالب ربما فئوية، كانت مطالبه ولأول مرة، ولهذا النظام عاش ويعيش لحد الآن في ارتباك كبير في مواجهة الحراك، لأنه مطالبه سياسية. ما تكلم عليه مثلكم المتدخل من الجزائر حول أولوية المدني على العسكري، كانت من أول شعارات الشعب الجزائري، لأنه الشعب الجزائري الآن انتبه بعد 30 سنة هذه لحكم بوتفليقة، بعد تقريبا 60 سنة من الاستقلال، فهم الإشكال والمرض الذي تعيش وتعاني منه الجزائر أين هو. فقد شخص المرض وعرف بالتدقيق أين هو المرض. المرض هو في الدولة المدنية، هو في الدولة الديمقراطية. نحن نعيش في ديمقراطية الواجهة، الشعب الجزائري يعرف بأنه أغلب قوانين مستمدة من الديمقراطية. إذا ذهبت للدستور، إلى قوانين بعض، على قوانين الصحافة، الدستور يقر بالفصل بين السلطات، يقر بالحريات العامة. ولكن ما دام لم نفصل في أساس الدولة اللي هو الدولة المدنية، لا يستطيع ولن نستطيع أن نحقق الباقي. الآن الأولوية، أولوية الحراك وأولوية الشباب الآن والشعب الجزائري، هو إعادة تأسيس هذه الدولة على قواعد صحيحة. لأننا منذ الاستقلال نحن كالذي يطبب، معناها إنسان عنده سيارة تعبانة، سيارة خربانة، كل مرة يطبب فيها شوية منها شوية منها، للأسف هذه السيارة لن تذهب إلى البعيد. واحتجاجات وحراك الثورة اللي شهدها الجزائر منذ 22 فبراير 16 و 22 فبراير 2019 تدل بأنه الجزائر ليست في الطريق والطريق الصحيح، وهذا ليس باعترافنا. فتبون والقايد صالح المتوفي كان يقول بأنه هناك عصابة، تبون يقول بأنه الجزائر أو الحراك أنقذ الجزائر من الدمار، من الانهيار المؤكد. هذا يعني بأنه ما كان من قبل الحراك كان في طريق سيء، كان في طريق غير صحيح. للأسف السلطة لم تكن لديها الجرأة كما تكلم والشجاعة كما تكلم متدخل الجزائر بأن تقوم بتعامل، فالسلطة تتعامل مع الحراك كما تعاملت مع الربيع الأمازيغي في 1980، مع تظاهر 86، مظاهرة 88، التعامل الإجرامي في التسعينات، ثم الربيع ولا ما معناها الربيع الأسود في 2001 معناها في غردايا، نفس المنطق، لأنه نفس النظام لازال هو العلبة السوداء لم تتغير. ولهذا فالجزائر ما زالت مندرجة في هذه الثورة، ما دام أن مطالبها والحلم الجزائري، حلم معناها المجاهدين لم يتحقق. فالشعب الجزائري، حتى أنه لاحظنا لأول مرة تقريبا في التاريخ، وأنا قادة وأنا الناشطين في الحركة كلهم صغار، طيب، لم يشوا مرحلة الستينات، يطالبون بالاستقلال. هذا شيء عجيب، يطالبون بإكمال مسار الثوار، وهذا ما يدل بأنه لا شيء تحقق منذ الاستقلال في هذا الإطار. طيب أستاذ صديق، أعود إليك، وأنت محام، رجل قانون ورجل حقوقي، في الرد على تبون، لأنه تبون بعد 12 ديسمبر قال أنه الجزائر دخلت مرحلة جديدة، جمهورية جديدة، جزائر جديدة. هناك من سأله قائلا، ما إذا فعلا نحن في دولة جديدة مثل ما تقول، فلماذا لا تعتذر السلطات على تورطها في الدماء، دماء الجزائريين
أحداث الربيع هذه، الربيع الأمازيغي، ما حدث في الفترة الأولى تاع عهد الرئيس المخلوع بوتفليقة، أكتوبر 88 مئات القتلى أيضا في عهد خالد نزار كان وزير الدفاع في وقت شادلي بن جديد، التسعينات أيضا ربع مليون من قتل الجزائريين، ولكن السلطة بالنسبة لها هذا أمر عادي، فهي تمر كالقطار محطة محطة، ولكن ولا كلمة سمعتها أنت ولا غيرك من قبل واحد من أبناء السلطة يقول فيها أنه نعتذر عما بادر منا تجاه الشعب الجزائري طيلة هذه السنوات كلها منذ الاستقلال إلى اليوم. هل فعلا الجزائريون عبر هذه التصرفات يقولوا أنه دخلنا جزائر جديدة وجمهورية جديدة ومرحلة جديدة؟ والله أقل من الاعتذار، على الأقل أن يكرسوا يعني الفصل بين السلطات، خاصة في الآونة هذه التي نمر بها. كيف ذلك؟ عرفنا أنه هناك مجموعة من التدابير اتخذت من قبل الجهات المختصة لتسيير هذا الوباء الكوفيد 19، ولعل من بين التدابير التي اتخذت بناء على قرارات يعني أولا مراسيم التنفيذية، وهناك قرارات أخرى من وزارة العدل في مجملها على سبيل المثال عقلنة إجراءات المثول الفوري، تعليق الإيداع بالمؤسسات العقابية، ويعني إجراءات يعني الحبس المؤقت إلى غيرها. ولكن في الميدان أخي الكريم، ونحن رانا ممارسين ورانا نعاين يوميا ما يحدث، هناك أصلا تناقض حتى مع التدابير التي تتخذ من قبل وزارة العدل، حيث أنه إلى غاية البارح فقط كانت هناك محاكمات ومتابعات ضد النشطاء أو يعني نشطاء الحراك أو ممن يعبرون عن آراء في الفضاء الأزرق، بل حتى متابعات لوقائع ترجع إلى إبان يعني الحملة الانتخابية بتهم عرقلة الحملة الانتخابية. يعني بالله عليكم، كيف يمكن أن نقول أننا أمام جزائر جديدة ونحن في هذه الأزمة؟ لما المفروض تكون فرصة لتتوحد الجهود، ويعني لأن الأزمة تولد الهمة للخروج من يعني هذا الاحتقان. ولكن الشيء اللي رانا نشوفوه هو أنه متابعات ضد قضائية، ضد نشطاء، بل وضد صحفيين. وتعرفون سي خالد درارني يعني يومين أو ثلاثة أيام منذ أن اتخذت إجراءات عقلنة يعني إجراءات الإيداع بالمؤسسات العقابية، بعدما كان تحت إجراء الرقابة القضائية بناء على غرفة التحقيق محكمة سيد محمد، إلا أن غرفة الاتهام تلغي ذلك الأمر وتستبدله بالحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. هناك كذلك نشطاء حراكيين، وبطبيعة الحال لو سمحت لي أفتح قوس، لما نقول أن الناشط الحقوقي أو المدونين في أجهزة الفيسبوك يعني استبعدوا كل من يعني يستعمل العنف اللفظي أو حتى يعني الجسدي. أنا أتكلم عن النشطاء الذين يبدون رأيهم بسلمية ورأي مخالف لما يعني لما هو للنظام ويتابعون قضائيا. يعني على الرغم من أننا في هذه المرحلة ولسنا بحاجة إلى أن يعني نزج بهم بالمؤسسات العقابية، وعلى الرغم من أنهم حتى فرضا أننا في مرحلة عادية، ما هيش هذه المرحلة تاع وباء الكورونا، فرضا أننا في مرحلة عادية من المفروض وفقا للإجراءات الجزائية، وفقا للدستور الجزائري، وفقا للمعاهدات الدولية العديدة التي صادقت عنها الجزائر، فلا حاجة لإيداع هؤلاء الشباب بالمؤسسات العقابية ويظلوا يعني تحت ذمة التحقيق لوقائع جد بسيطة. فهذا التناقض الصريح إبان هذه الفترة يعني يجعلنا نقول أننا رانا بعاد، وهذا الواقع راهو يتكلموا. أما عن الاعتذار عما سلف وسبق من قبل، فبطبيعة الحال المشكل ليس ضد الدولة ولكن ضد النظام في نظامه، في تسييره، في حكمه، وليس حتى أصلا ضد الأشخاص. بطبيعة الحال لما نتكلم على الأمازيغية، وهذه يعني وجهة نظري المتواضعة، بطبيعة الحال هي مسألة يعني تدخل في الهوية الجزائرية
وهوية شمال إفريقيا. نعم. ولكن ليست هي الأهم. صحيح. ولا ينبغي أن نقع في فخ السلطة. أيوة. بحيث أنه تتوجه جهودنا وغاياتنا وأهدافنا إلى هذه المسألة. حقيقة هوية ثقافية وحضرية تاريخنا، ولكن الحريات واحترام الآخر والاقتصاد القوي ودولة القانون والتي يكون فيها الدستور هو الأسمى وهو الأولى، وليس الدستور الحالي الذي رئيس الجمهورية لديه صلاحيات أكثر من صلاحيات الملوك. كيف يمكن أن يعني نقدم الأولوية للمطلب الأمازيغي الذي هو مهم؟ نعم. ولكن عندنا دستور يقمع كل السلطات الأخرى، عندنا دستور وإن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كيف يمكن أن نقول أننا أمام استقلالية القضاء؟ والقضاء يعني المجلس الأعلى للقضاء، وعلى ذكر المجلس الأعلى للقضاء في 7 من شهر ماي عنده انتخابات تجديد النصفي، إلى أن العديد من القضاة الأحرار ومن بينهم قضاة نادي القضاة الذي هو ثمرة من ثمار الحراك، هذا النادي القضاة الذي حاول في سنوات من قبل الظهور من أجل تكريس استقلاليتهم، إلا أنه يعني لم يلقى النجاح، إلا أن بفضل الحراك ظهر للوجود وكان يعني نادي القضاة نادى أو يعني صرح بأنه لن يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية إن يعني ترشح الرئيس المخلوع للعهدة الخامسة. فنادي القضاة حاليا يعني صرح في بيانه الأخير أنه سوف يقاطع انتخابات تجديد النصفي للمجلس الأعلى للقضاء. نعم، المجلس الأعلى للقضاء سيدي الكريم المتتبعين باش يعرفوا يعني الرئيس تاعه هو رئيس الجمهورية. نعم. والنائب تاعه هو وزير العدل. نعم. كيف يمكن أن نقول أننا يعني أمام استقلالية القضاء؟ صحيح. ونرى هذا التدخل الصريح في السلطة القضائية. نعم، والحديث شجون. أستاذ صديق، شكرا جزيلا لك على مشاركتك اليوم معنا. الصديق محوس المحامي ورجل قانون والنص حقوقي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام علي ذرار الناشط السياسي من جيجل شرقي الجزائر. أستاذ علي، ألا ترى بأن الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق هذا ليس معنا علي بعد؟ طيب، نعيد الاتصال به وأنا أسأل حول الحراك السلمي برفعه لتلك الشعارات التي عدها كثيرون بأنها نماذج في السلمية، في الوحدة، في التناغم، في التناسق، في التوادد والتضامن بين الجزائريين. كلنا نذكر عندما اعترضت الشرطة متظاهرين سلميين في وهران، فحمل أو ردد القسنطينيون والعاصميون والجيجليون شعارات كلنا وهران، ناس وهران نفتخر بكم. حدث الأمر نفسه أيضا مع معسكر، مع سعيدة وغيرها. وبالتالي أستاذ علي، بإمكاننا أن نتساءل مرة أخرى بأن الحراك السلمي له الحق، كل الحق، في أن يحمل هذه الشعارات التي تدعو إلى وحدة الجزائريين وكذلك مدمنة السلطات بمعنى المدنية بدلا من العسكرية. أستاذ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام، إليك الخط سيدي. السؤال موجه لي. أيوة، أنا قلت سيد علي، ما فيش علي آخر. نعم، حياكم الله جميعا. سلام، شكرا. هو السؤال سمعت إلا جزءه الأخير. أيوة. وإن كنت نعم. طيب سأعيده، فقط قلت مع أن الجزائريين يحيون هذه الذكرى وهي ذكرى أليمة في الوقت نفسه، ذكرى الربيع الأمازيغي، فيعيدون السيناريو كما هو، ولكن يلخصونه بتدخل الدبابة العسكرية، المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، النظام الشمولي، الاستبداد، الاستكبار، كل هذه العناوين. الآن ترى أن الحراك الشعبي السلمي بشعاراته ورسائله يريد عكس ما وقع وحدث في السنوات الماضية، فهل يا ترى ستتحقق هذه الشعارات، هذه الرسائل، هذه النماذج؟ نعم، أنا شخصيا آمل خيرا وأتوسم خيرا في الحراك وفي وعي الحراك. أيوة. لأن التجربة التي حدثت في 80، ونحن نتكلم اليوم عن ما اصطلح عليه بالربيع الأمازيغي، لأن عندي ملاحظة على التسمية نفسها. النظام أراد أن يقولب الحراك في مطالب يعني في محاربة الفساد والإصلاح وغير ذلك،
فلذلك والعهدة الخامسة اختصروها في بوتفليقة، وأرادوا أن يقولبوا الأمر ويحتوون الحراك وكأنه مطالب إصلاحية فقط وكأنها محاربة للفساد، ويريدون أن يوهموا الحركيين بأننا في مرحلة جديدة. ولهذا قلت أنا أتحفظ قليلا على مصطلح الربيع الأمازيغي، نحن درجنا على تسميته كذلك، ولكنه يخدم النظام من حيث قولبته. فالكثير أسمعهم يقولون بأن الربيع الأمازيغي في 1980 كان بداية بمطالب ثقافية ومطالب ربما من حيث اللغة، ولكن الحراك في 1980 كان مطلب يعني من أجل الحرية، ومطلب سياسي، ومطلب في العمق، لأن الانتفاضة كانت نتيجة لمنع النظام بإلقاء محاضرة، والناس كانوا يطالبون بحقهم وثاروا ضد القمع. هذا يعتبر، وهذا ما أشرنا إليه أستاذ علي، هذا ما أشرنا إليه. قلنا بأن الربيع لا يمكن أن يختصر في اللغة في الأمازيغية، بل في الأمور الأخرى، الديمقراطية، الحريات، التنفس، الاختيار الديمقراطي الحر، الانتخابات النزيهة، كل هذا الذي طالب به أبناء القبائل في تلك المنطقة. لكن النظام قالوا هؤلاء ضد الدولة ويريدون الانفصال والاستقلال، وأتوا إلينا بلغة أخرى وما إلى ذلك. نعم، النظام يريد أن يجعل قضية اللغة وكأنها قضية إيديولوجية. هناك أناس يعني يتكلمون اللغة الأمازيغية جعلوهم وكأن لديهم إيديولوجية خاصة بهم، واللغة العربية جعلوا لها أنصار ولهم إيديولوجية خاصة بهم، وقضية الدين جعلوا وكأنها إيديولوجية خاصة بهم، والفرنسية هي عبارة عن لسان وجعل الناس الذين تكونوا باللغة الفرنسية وكأن لديهم إيديولوجية خاصة بهم، وهذا الأمر خطأ. الربيع الأمازيغي جاء بعد مرحلة مهمة، كان من المفروض أن تكون تلك جزائر جديدة بعد تعيين الشاذلي أو انتخابه رئيسا، وحتى أنهم رفعوا شعار من أجل حياة أفضل. صحيح. لأن بعد أن طار الشعب الجزائري تقريبا كله في 62 ضد الانقلاب بالدبابة على الحكومة المؤقتة، الناس لم يخرجوا فقط في منطقة القبائل ويعتصمون بالجبال في المدية، في جيجل، في عدة ولايات من الوطن، ولكن قضية حرب الرمال استغلها النظام من أجل أن يدعو إلى البلاد مهددة ونحن مهددون وعلينا أن نتوحد، وبعد من أجل مواجهة الخطر الخارجي، وبعد ذلك نصفي أمورنا، ولكنه خدع الناس وانقلب عليهم. وبعد فترة بومدين كلها كانت مرحلة انقلابات الزبيري ومحاولة اغتيال بومدين وغير ذلك، ولكن كان الظرف لا يسمح بالطبع. وعندما جاء الشاذلي أحس الجزائريون أنها شعروا أو خدعوا بأنها مرحلة جديدة، ولهذا أرادوا أن يقوموا بمحاضرة ويقوموا بأمورهم الثقافية والعلمية بشكل عادي ويمارسوا حياتهم بحرية، ولكن النظام أبقى معهم وأراد أن يعزل منطقة القبائل. وهناك حدث يتجاهله الكثير من الناس حتى كأنه لم يحدث في الجزائر. ما هو؟ وهي أحداث الحدث الذي عرف اصطلح عليه بأحداث بويعلي، هو هذا حدث سياسي أيضا، ولكن لأنه ليس في منطقة القبائل ولم يستطع النظام أن يجعله وكأنه القضية الأمازيغية، تخفى عليه وستره لكي لا تمتد الثورة في الثمانينات إلى مختلف الشعب الجزائري. فلهذا حتى بعد 2000 سنة 2000 عندما أوقف النظام تلك الحرب الدموية التي يعني اصطنعها في الجزائر بعد انقلاب 92 لكي يؤدي بالشعب، بعد 2000 الناس أيضا أحسوا وكأن هناك جزائر جديدة وهناك مصالحة بعدما جاء بوتفليقة، مثلما أحس الناس وأنها مرحلة جديدة بعدما جاء الشاذلي. عندما جاء بوتفليقة أراد الناس أن يطالبوا بالحرية، فقمعهم أيضا وسموه أيضا بالربيع الأسود لحدث. ولكن في كل مرة كان النظام يستطيع أن يفصل مناطق الجزائريين. صح. البعض يتهمه بالانفصاليين، البعض يتهمه بالإرهاب، البعض يتهمه بالعمل لفرنسا، البعض يتهمه بكذا إلى غير ذلك. الآن الحراك عليه أن يستفيد من كل تلك الأخطاء التي حدثت، وألا يعني ينقاد ولا ينجر إلى الخدع. طالما هو متشبث بها،
طالما هو متشبث بها فهو ما زال عليها، ما زال على ديدن هذه الشعارات اللي هي شعارات حضارية، الوحدة الوطنية، التوادد، التضامن. وفي الأيام الأخيرة برهن على أنه الحراك الشعبي السلمي والجهاد ليس مسيرات ووقفات، بل استمر الحراك بطرق أخرى إبداعية، شيء من التحسيس، التوعية، التعبئة، حملة التطوع، وهذا الذي تشهده شوارع وساحات كثير من المدن الجزائرية، ليس كذلك؟ نعم هو كذلك، وهذا مصطلح عليه الحركيون بأن الحركة فكرة وليس مجرد مسيرات، أو هي فكرة لا بد من المرور إلى مرحلة جديدة وإلى جزائر جديدة وإلى حياة أفضل وإلى ديمقراطية حقيقية. هذا هو الأمر الذي يعني يلح عليه الحراك ويتمسك به، واستطاع الحراك أن يهزم النظام في محاولة تفكيك الحراك تقنيا، واستطاع الحراك أيضا أن يهزم كل المنظرين الذين كانوا ينظرون للدعايات التي يروجها النظام، من قضية الزواب، قضية النوفمبرية، قضية منطقة القبائل كانت مع الانقلاب في 92، فعلينا الآن أن نعزلهم وأن ننقلب عليهم ونكون في صف النظام، وغير ذلك من المحاولات. فلهذا على النظام، على الحراك عفوا، أن يتمسك بهذا الأمر، على الإخوة في منطقة القبائل أو الذين يعني لديهم فكر ألا ينجروا إلى قضية الحراك هذا وإسلامي، أو ربما إذا ذهبنا إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية سيفوز الإسلاميون وسيلغون الديمقراطية كما يروجون، ولا ينجر الإخوة الذين لديهم توجه إسلامي، ولا ينجر إلى الدعاية التي تقول بأن القبائل انفصاليون ويريدون دولة كافرة، ويريدون أن يمسوا المواد ذات الهوية في الدستور الجزائري، ويريدون أن يلغوا قانون الأسرة والإسلام دين الدولة وغير ذلك. فعلينا أن ننتبه لهذا. طيب أستاذ علي، يا أستاذ علي، علماء الاجتماع يقولون العبرة بالممارسات وليس بتلك الكلمات التي تطلق بين الفينة والأخرى، فيا ترى حسب التصرفات التي تراها أنت اليوم وتقف عليها يومين، هل فعلا النظام قطع أشواطا وأميالا من أجل جزائر جديدة، جمهورية جديدة، مرحلة جديدة، أم أنه ما زلنا نراوح مكاننا الذي كنا عليه؟ نحن ما زلنا نراوح مكاننا، النظام ما زال يراوح مكانه. أيوة. ويتسبب في بقاء الجزائر تراوح مكانها، لأن القوة بيده ووسائل التغيير بيده والقرارات بيده وكل شيء بيده. الشعب قطع أشواط كثيرة وكبيرة في الوعي، والنظام هو الوحيد الذي يعرف تماما ما يريده الحراك، ويعرف تماما ما هي المعركة التي يخوضها مع الحراك، ويعرف تماما يعني الخطر الذي سيتسبب لو تنزل قيد حلمولة فقط للحراك، لأنه بمجرد أن يتنزل خطوة ويفتح باب للحوار أو للنقاش سيجد نفسه بدون حجة ويجد نفسه خارج الإطار. ولهذا هو يريد أن يحل الأمر بطريقة تقنية بحتة إدارية أمنية لا وجود فيها للحلول السياسية أو العلمية إطلاقا. نعم، وهو كذلك أستاذ علي، شكرا جزيلا لك أستاذ علي ذرار، الناشط السياسي، كنت معنا من جيجل، المدينة السياحية الجميلة شرقية الجزائر. أعود لك أستاذ محمد، هناك من يقول أن الإفلات من العقاب طالما هو ما زال ساريا الآن في الجزائر، فبالتالي فإنه لا يمكن أن نقول بأنه فعلا الجزائر انطلقت وأقلعت، مثل ما يردد عبد المجيد تبون في كل فرصة بأنه احنا رايحين نحو دستور جديد ومرحلة جديدة وجمهورية جديدة. لكن بالنسبة للضحايا وهم كثر كما لا يخفى عليك، منذ التسعينات إلى اليوم هناك ضحايا كثر جدا، ولكن يرون ويشاهدون هؤلاء المتهمون يوميا يفلتون من العقاب. طالما ليس هنالك قضاء مستقل مثل ما يريده الحراك، هل يمكن أن نقول بأنه فعلا قطعنا أشواط نحو المستقبل الجميل للجزائر؟ نحن لم نقطع أي شيء، ونحن لم نخطو حتى خطوة إلى الأمام في هذا المسار. أنه قبل ما نتكلم عن العدالة ربما نتكلم حول الحقيقة في حد ذاتها. نحن الآن ليس لدينا رواية حقيقية، ليس لدينا، بمعنى حتى إذا تكلمنا على التسعينات إلى حد الآن ما زال الكثير يشكك في فيما يقوله الكثير من الكتاب والذين كتبوا الوقائع. ما زال النظام يروي ويقول بأنه ليس لديه أي مسؤولية فيما حدث حتى في الربيع العربي أو في أحداث أكتوبر.
نحن الآن قبل ما نتكلم عن المحاسبة يجب على النظام أن يعترف في حد ذاته، يجب أن يصارح الشعب، أن يقول له بأنه أخطأ. ثم قضية المحاسبة لابد منها، حتى أن الحراك في 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 يعني في بدايته أو حتى عندما بدأت المحاكمات الكثير من الأصوات طالبت بمحاكمة المحاكمة الرمزية لبوتفليقة. فكيف نحاكم وزير الأول يعني شخصين من وزارته الأولى، عندنا الوزيرين الأولين ويحيى وسلال، ولا نحاكم بوتفليقة؟ ولكن الإشكال الذي يطرح من يحاكم من؟ فالنظام لا يستطيع أن يحاكم نفسه وهذا مستحيل. فما دام أنه المسار لم يتحقق، لم يبدأ التغيير، لم يرضى النظام بأن يرى في الحراك وفي التغيير مصلحة له، فلن يتم المحاكمة ولم يتم التصالح. وهذا يبقى دائما كما تفضل المتذكر، تبقى دائما وصمة عار في جبين النظام، ويبقى تبقى الجزائر دائما مهددة، وتبقى الجزائر دائما متأرجحة بين أنها لا تستطيع أن تتقدم، لأن كل الدول التي تقدمت والمجتمعات تصالحت، أنها طويت ورقة التاريخ من خلال المصالحة. حتى أنه في بعد الربيع العربي في تونس لاحظنا أن هناك لجنة وطنية للتصالح، وتمت محاكمات صح. وتمت محاكمة المتضررين من أزمة من حكم بن علي، وشهدنا التظلمات، شهدنا عائلات تأتي إلى المحاكم وتدلي بتصريحاتها، وطويت إلى حد معين تلك الصفحة. ولكن نحن في الجزائر هناك تراكم للأحداث، تراكم للمأساة. احنا ليس لدينا مأساة واحدة، لدينا مآسي كثيرة، مأساة الربيع الأمازيغي، مأساة التسعينات، مأساة خاوتنا في غردايا، كل هذه المأساة. والآن نزيد عليها مأساة الحراك. نحمد الله أنه له الحراك منذ البداية استفاد كثيرا الحراك من كل هذه الحركات الاحتجاجية، استفاد بأنه لم يكن لديه مطلب اجتماعي، لم يكن لديه مطلب ثقافي، واستفاد كذلك أنه لم يندرج بتاتا في العنف، لأنه إذا اندرج وإذا دخل الحراك في العنف لشهدنا لا قدر الله الكثير من الضحايا في سبل الحراك. والنظام يجيد لغة العنف، النظام يجيد جيد معنا بطريقة جيدة هذه الوسائل معناها التسلطية. فالحراك أثبت من خلال سنة ومن خلال إلى حد اليوم بأنه لا يعتمد بتاتا على العنف كوسيلة للتغيير، وهو ما حدث وما لاحظناه مثلا في الربيع، خاصة في أحداث 2001 وفي مسيرة جوان 2001، عندما قام وزير الداخلية في تلك المرحلة بفتح المجال للمسيرة الآتية من جاية وتيزي وزو، وتركها تدخل إلى العاصمة وتقوم هناك كثير من أعمال الشغب. والكثير لاحظ بأنه المسار الذي جاء من أجله الربيع الأمازيغي تحول إلى نوع من العنف ونوع من تريد أن تقول أنه انزلق إلى العنف. انزلق نعم، انزلق الربيع الأمازيغي أو المطالب الثقافية والاجتماعية إلى العنف، وهذا ما ينتظره النظام. النظام كان ينتظر من الحراك، كان يدفع ويضغط على الحراك بأن يدخل في مسار عنفي، ولكن بحكمة وبنضج كبير للحراك، الحراك توخى وأخذ المنحى السلمي. ثم قضية الهدف الجذري، التغيير الجذري، الحراك لم يعد ولم يطلب بتاتا الإصلاح أو التغيير الجزئي. الحراك الآن متمسك بالراديكالية، والراديكالية مصطلح لا يجب أن يخيف الجزائريين. الراديكالية تعني الجذري، تعني التغيير من الأصل. نحن جربنا الحلول الترقيعية منذ التسعينات، منذ الانفتاح السياسي، منذ تقريبا كم من انتخابات من التسعينات، عشرات الانتخابات، ولكن الوضع لا يزال يراوح مكانه، بل بالعكس الوضع خطير جدا الآن، خاصة مع انهيار أسعار البترول، مع الأزمات التي تعيشها ليبيا، المالي. نحن الآن مهددين من كل الجهات، ومن دون جبهة وطنية قوية، مجتمع متماسك، مجتمع يثق في نفسه بمؤسساته، لا نستطيع أن نواجه هذه الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تواجهنا. وهو كذا أستاذ محمد، إذا لا مخرج ولا ملجأ للجزائريين إلا التمسك بحركهم الشعبي السلمي المظفر. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن عيسى، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من فرنسا عبر خدمة سكايب. شكرا وموصول أيضا للصديق محوس، المحامي رجل قانون وناشط حقوقي، كان معنا من الجزائر.
بالإضافة إلى علي العسكري القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، دون أن ننسى الأستاذ علي ذرار الناشط السياسي. سنعود مشاهدينا الكرام لتلقي اتصالاتكم أنتم لتكون لكم إضافة ولما لا في إثراء النقاش.